وما أدراك ما اليوم. وحده وحده صنع الفرحة الكتالونية. وجوردي ألبا لطالب ضربة جزاء، ضربة جزاء لبرشلونة. أمامنا يحتاج هذه الكرة لمسة اليد من ماريو كاسبر، وفيلا نويفا أمامه قاضي المباراة، يعطي القرار الذي لا يقبل الاستئناف. ضربة جزاء للبارسا. نيمار إذن أسينخو أمامه نجم الكرة العالمية نيمار البرازيلي سيريزاو، يريد افتتاح النتيجة. عنده 3 أهداف في الليغا. نيمار مسؤولية أمام الجماهير الكتالونية. يتقدم، يمشي البرازيل، يحاول نيمار. جول فانا الغدار. نيمار في هذا المشوار يعطي الفرحة للجماهير الكتالونية بأحلى كرة قدم برازيلية. يلعب لعبك يا برشلونة مهما كان الرهان وصعوبة الزمان، ارفع ما عندك يا سلام. أسينخو على اليسار والكرة على اليمين في الدقيقة 30. أسبقية كتالونية الآن تطيح بالغواصة الصفراء. نيمار الغدار. إذا مشاهدينا، صمود فريق فياريال بثوب الأبطال. مخالفة الركنية لتريجيروس اللي عنده في رصيده انذار. تريجيروس بالكورة، جول الأرجنتيني. يا الأرجنتيني، هو قلب الدفاع ماتيو موساكيو. ماتيو موساكيو في الريال الآن بكرة الأبطال. شوف مارك بارترا لم يكن في المواعيد وضاع على برشلونة العيد. وهذه الكرة الرأسية من موساكيو، ومارك بارترا مسكين لا يمكن أن يكون ماتشيرانو ولا كارلس بيان ولا جيرار بيكي. هدف لهدف مشاهدينا الكرام. أول سيناريو في الشوط الثاني يخلي برشلونة هو من فياريال. إنيستا، ألبا، مرة أخرى فابريغاس، اليوسا، جول هذه جول فانا الغدار. نيمار يكوي فياريال بالنار. نجوم كتالونية مشاهدينا الكرام تتلألأ في سماء فياريال. الليلة ليلة نيمار الغدار. بنيمار الغدار، بسانشيز الممتاز، بفابريغاس القناص، إنيستا الفنان والرسام. كورة فابريغاس بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر. أليكسيس سانشيز يعطي الهدية بهدف تكوينات أمريكية جنوبية شيلية برازيلية. ونيمار كالعادة في هذا المشوار يعطي ثاني أسبقية كاتالونية. إنيستا الفنان والرسام، وصول لتشافي دينامو الكابيتانو. مجموعة الرعب والردع للبارسا تأتي من جديد على الشباك الصفراء للفيا ريال.